اي واحد هنا في الجزائر تلقى حاب يشري ايفون والميزانيه تاعو متوسطه، يعني مش طالعه بزاف، جواه 6 ملايين 6 ملايين و200 6 ملايين و400، ومش قادر على الايفونات الجدد، ايفون 12 ايفون 11 ايفون 13، تلقاه يروح للايفون اكس ار. وبعد الطلبات الكبيره تاعكم على هذا الايفون، درت لكم هذا الفيديو اللي راح نقول لكم فيه هل الايفون اكس ار يستحق شراء في الجزائر في 2022 بعد ربع سنوات من الاطلاق الرسمي تاعو، وبسعر حوالي 6 ملايين، قادر اكثر قادر اقل بشويه. هو يدير الخوا من 5 ملايين و800 حتى ل 6 ملايين و400 على حسب الحاله تاعو، على حسب قداه ماشي، على حسب الحاله تاع البطاريه، وعلى حساب واش مبدل فيه ولا واش معاود فيه. وعلى بالي كامل الخوا تحبوا هذا النوع من الفيديوهات، نجيبوا هواتف قديمه نعاودوا نحكيو عليها في السنه الحاليه، نشوفوا لكان كان مازال تستحق شراء ولا لا لا. وكالعاده اذا تحبوا نكملوا في السلسله هذه، ماذا بكم خوا ديروا لنا غير جام لهذا الفيديو، الجام تعاوننا بزاف، تعاوننا وزيد نعرف باللي راكم مهتمين بهذا النوع من الفيديوهات. وكش ما حابين هواتف اخرى من النوع هذا ولا من نوع واحد اخر حابين نحكيو عليها، اكتبوا لي كامل في التعليقات نوع تاع الهاتف اللي حابين نحكيو عليه. التليفونات اللي تكتبوا لي عليهم بزاف في التعليقات راح نحاول نجيبهم كل من لهنا ندير لكم عليهم فيديوهات. المهم خاوة ما نطولوش، واني جيتك يا الايفون اكس ار. اول حاجه وقبل كل شيء لازم نعرفوا انه الايفون اكس ار ما كانش جديد، ولا نقولوا الجديد تاعو قليل بزاف بزاف بزاف، معناها تلقاه مستعمل بالباط، يعني واحد شراه جديد مشابه عام ولا شراه العام اللي فات ولا ما يهمناش وقته، ولا النوع الاخر اللي كاينين بزاف هنا في السوق الجزائري وفي اغلبيه المحلات اللي هما كيما يسميهم الكابا، يعني يجي براسو كيما نقولوا ما معاه لا شارجور لا حتى حاجه، يجي هابط من هيه. وكي تكملوا الفيديو اذا اقتنعتوا بالتليفون هذا ننصحكم تشريوه بال الباط مستعمل خير من الكابا. علاه؟ لانه الكابا هادو الخوا اغلبيتهم من الاخر رينوفي، يعني معاده التصنيع ونقولها من الاخر الخوا. والمشكل الكبير انه مش الشركه نفسها مش ابل اللي عاودت التصنيع تاع هاد الهواتف، تلقى فيه بياسه ولا حاجه فيه مبدله ومبدله على برا مش عند الشركه، تسمى ما على بالك حطوا له بياس اصلي، ما على بالك حطوا له بياس مدرح، تسمى ما على بالك بحتى حاجه. وبالمناسبه كاين بزاف موالفين يسقسيوني كيفاه نعرف باللي التليفون رينوفي في تاع الكابا هادو الخو، ما تقدرش تعرف لانه معاودين على برا مش عند ابل، لانه اي شركه كيشري عليها واحد تليفون ويكون فيه مشكل ولا يتكسر له ولا يصرى له فيه اي حاجه، يحكموا عليه هذاك التليفون يريقلوا له هذاك المشكل، ومن بعد يعاودوا يبيعوه ويبدلوا له الكود ايماي تاعو، يعني النومرو سيري كما نقولوا له حنا ولا الايماي كود، يتحطوا في اي موقع راح يطلع لك باللي التليفون راه رينوفي. بصح الهواتف اللي معاودين على برا مش عند الشركه، اللي يعني اللي يجي اي واحد يبدل فيه بياس حاجه بينما ماهوش كيما الشركه مش راح يبدل له الايميل كود، يعني كي تكتب ايميل كود راح يطلع لك باللي اصلي، وهذه الحاجه اللي تقلق شويه. تسمى باش تفحصوا هكا في الحانوت ليه ما تقدرش، لازم تربطه بالبي سي ودير له تشيك ويدي لك وقت، ولازم تكون تعرف لهذا المجال. ما هذه قلتها لخاوتي باش يكونوا على بالهم بكل شيء، قادر شاشه معاوده، قادر كارت مير معاوده، قادر كاميرا معاوده، كيما قادر الخلفيه تاع الزجاج باك للورا معاوده، ما على بالكش بالرسمي كيفاه. وكي يكون التليفون فتحو اي واحد من داخل اذا ما غلقوش كيما يلزم راح تروح لك مقاومه الماء. في الايفون اكس ار عندنا مقاومه بمعيار اي بي 67 ويلحق العمق متر واحد، تما اذا شريتو وكنت متاكد بلي ماهوش مفتوح راك تقدر تدخلو في الماء عادي بشرط انه ما يفوتش المتر الواحد. وسيس ما قلتلكمش خاوه بلي كيعود الهاتف معاد تصنيع من عند الشركه، بعد يعني كتكون ابل معاودتو تقدر تشوف بلا ما تروح الكود ايميل بلا حتى حاجه، تروح تدخل الاعدادات التليفون، تروح جينيرال هنا، بعد تروح لهذه الاولى انفورميشنز، بعد تروح لهذه نيميرو دو موديل، هنا تلقاها تبدا بالام كيعود يعني التليفون صافي. كي تكون ابل معاودتو ترجعها لا تبدا بالاف، مانيش نحكي على هذه التحتانيه نيميرو سيري، نحكي على اللي فوق هذه تلقاها تبدا بالام. كي تكون تبدا بالاف معناه الهاتف معاد التصنيع. ومن جهه جوده التصنيع الخارجيه نقدر نقولوا انه افضل تليفون في الفئه تاع 6 ملايين حاليا من جهه الجوده، خلفيه زجاج بجوده فخمه بزاف، الحواف ولا الفريم بالومنيوم غالي بزاف، نفسه تاع الايفون 11 والايفون 12 والايفون 13، مش نحكي على البرو والبرو ماكس، نحكي على ال11 وال12 وال13 العادي. والتليفون هذا كان يوما ما من احسن هواتف ابل، كان مصنف مع الاولين في العالم في العام اللي خرج فيه اللي هو 2018، وزيد يجيب وزن مقبول جواه 195 غرام مقبول بالنسبه لجوده التصنيع تاع التليفون. من ناحيه الشاشه ماهوش الافضل، وفيه شاشه ناقصه بالنسبه للفئه تاعو حاليا، ما تنساش انه الشاشه تاعو بدقه
اقل من الفول اتش دي، سما رايحه للاتش دي، وهذا عيب كبير بزاف بزاف الوقت هذا. وزيد بسرعه تحديث 60 هرتز باك، الجماعه الاخرى راهي 120 هرتز وعلى الاقل 90 هرتز. ثم اذا انت موالف تليفون فيه 90 هرتز ولا 120 هرتز يتخدم بهذا مع الاول، راح تحس بواحد اللاج هكا في عينيك في الانيميشن برك، يعني مش كي تخدم التليفون في الانيميشن تاعو تحسها بطيئه شويه. نحكي على الناس اللي موالفين ب 90 و 120 هرتز. الشاشه هذه من نوع الريتينا IPS LCD، يعني LCD فيه اللمسة تاع أبل، دقة ناقصة، البكسلات يبانوا صراحة لأنه الكثافة هنا 326 بكسل في الإنش، ما المفروض في الفئة تاع 6 ملايين ما تهبطش تحت 400 بكسل في الإنش، وش هي تعطيك ألوان حقيقية 100%، يعني ألوان كيما راهي، والحجم تاعها متوسط، ما هو صغير ما هو كبير، 6.1 إنش، إذا أتاحها عالية بالنسبة للشاشة LCD تلحق حتى 625 نيت في الإضاءة تاع برا، ماك راح تلقى حتى مشكل. وفيها النوتش الكبير تاع ابل وحواف كبيره شويه في الجهات. عندنا في الايفون اكس ار ميزه مليحه اللي هي انه فيه بزاف الوان، عندك اللون الازرق، عندك اللون الاصفر، عندك اللون الاحمر، عندك الاسود، عندك الابيض، يعني عندك خيارات بزاف فيه. من جهه الاستعمال والتصفح عندنا معالج ابل A12 بايونيك، نفسه اللي في الايفون اكس اس ماكس ونفسه اللي في الايفون اكس اس، معالج قوه لحد الان، يعني الاداء تاعو مازال مليح في وقتنا، بالرغم من انه ابل لحقت لل A15 بايونيك ولا A15 بايونيك اللي كاين في الايفون 13 ولا سلسله ايفون 13 كامله. الرام 3 جيجا تخزين اختياري 64 ولا 128 ولا 256 جيجا على حسب النسخه اللي تشريها. بصح في الايفون عمرك ما تحكم على الاداء تاع التليفون بالرام، 13 برو ماكس فيه 6 في الرام، 11 برو ماكس فيها 4 في الرام، سما 3 جيجا في الرام لهنا مش راح تخليك تخمم ولا تقول انه الاداء تاعو ضعيف، بالعكس الاداء تاعو سريع بزاف خلاص، حتى في الالعاب يمد اداء خير من كامل تليفونات الاخرين اللي قل من 6 ملايين ولا في 6 ملايين. وحكايه الرام 3 جيجا تخلينا نحكيو على التوافق الكبير في الايفونات بين النظام، يعني السوفتوير والهاردوير، عليها التليفون ما يستهلكش من الرام بزاف، يعني ما يحتاجش رام كبيره باش يمد اداء قوي وهكاك ويعطيك القوه الكامله تاع المعالج. التوافق هذا علاه في راكم ديما ما نعرف نقول لكم الحاجه هذه، لانه ابل هي اللي خادمه التليفون والسيستم ولا السوفتوير تاع التليفون خدمته نفس الشركة اللي هي أبل، مش كيما الهواتف تاع الأندرويد مثلا، هذا تلقى خادمته شاومي ولا ريدمي والنظام تاعو خادمته جوجل كيما على بالكم ولا كيما ما على بالكمش. الاندرويد راهو تاع شركه جوجل، سما التليفون من جهه والنظام من جهه، عليها ماكش راح تلقى توافق كبير بين النظام والهاردوير، على عكس هواتف ابل اللي ديما نقولوها انه ابل خادمه سوفتوير وابل خادمه الهاردوير تقريبا، يعني راح تلقى توافق كبير بيناتهم. والتوافق هذا راح يعاونك في قدهن حاجه، وحنا حاليا رانا نحكيو على الاداء، راح يعاونك بزاف في الاداء، راح يكون تليفون خفيف بزاف، راح يكون ما فيه حتى مشاكل في الاداء، راح يكون سلس بزاف ومريح في الاستعمال. باختصار الاداء بصفه عامه فوق المليح، كي نقارنوه مع باقي هواتف الفئه السعريه تاع 6 ملايين وهبط نلقاو حاجه مليحه. من جهه التصوير بالكاميرا الخلفيه عندنا كاميرا 12 ميجا بيكسل فتحه 1.8، عندنا كاميرا احاديه ما عندناش كاميرات زايدين، سيلفي 7 ميجا بيكسل فتحه اف على 2.2. وعمرك ما تحكم مع الميجا بيكسل في الايفون، ما تنساوش خوا ايفون 13 برو ماكس فيه كاميرا 12 ميجا بيكسل وفيه واحده من افضل كاميرات الهواتف في العالم حاليا. وما نساوش الخوا انه الايفون اكس ار هذا اللي رانا نحكيو عليه اليوم كان افضل هاتف كاميرا احاديه في العام اللي خرج فيه، يعني صح فيه كاميرا واحده بصح ما تحقرهاش، ما فيهش الكاميرا تاع الزاويه الواسعه، ما فيهش الكاميرا تاع البورتري، ونقول لكم طول انه الكاميرا تاعو مازالت فور بزاف بزاف بالنسبه للتليفونات الجدد تاع 6 ملايين، خاصه العام هذا الخوا تليفونات الجدد تاع 6 ملايين ماهمش ملاح تقريبا بالنسبه للعوام اللي فاتوا، طيحوا فين في قدهن حاجه خاصه في الكاميرات، عليها في كاميرات الهواتف الجدد ما قدروش يلحقوه، ونعتبروا افضل هاتف لتصوير الريلز ولا الفيديوهات تاع التيك توك ولا الفيديوهات القصيره بسعر ما يفوتش 6 ملايين، ويصور فيديو الخوا بدقه 4K ب 60 FPS. الحاجه دي في تليفونات قاعدين يخرجوا جودك ما تلقاهاش، واكد لي على الجوده اللي عاليه بزاف، واكد لي على الالوان في الصور ولا في الفيديو الوان حقيقيه ولا قريبه بزاف للحقيقه. والناس اللي يحتاجوا الكاميرا الزاويه الواسعه ما كانش، لانه التليفون فيه كاميرا واحده، يعني عندك كاميرا رئيسيه وخلاص. البورتري فيه بصح يخدم بالنظام برك، يعني ما فيهش كاميرا مخصصه للبورتري، ونقولوا حاجه واحده من جهه الكاميرا مازال مليح بصفه عامه.
فيديو الخاوة اللي راكم تشوفوا فيه مصور بالايفون اكس ار، راني صور في الايفون 13 برو ماكس. علاه درت لكم هذا الفيديو؟ باش نبين لكم بلي التليفون هذا مليح بزاف بزاف للناس اللي تخدم الفيديوهات القصيره ولا الريلز في الانستغرام ولا فيديوهات التيك توك. هاي ليكم جوده تحكي وحدها، يعني حاجه فور بزاف، حتى ستابيليزيشن تاعو مليحه كما راكم تشوفوا. راني هزو بيدي، يعني مش هزو بستابيليزاتور ولا، يعني راني هز التليفون بيدي وكما راكم تشوفوا ستابيليزاسيون ما شاء الله. البطارية تاع الايفون اكس ار بسعة 2900 ميلي امبير ومعه شوي صرف. اذا ما تعرفش للايفون ما تحكمش على الباتري بالسعة تاعها. شفتوا حكاية التوافق اللي حكينا عليها قبيل بين السوفتوير والهاردوير، تقدر تسقطها حتى على الحكاية تاع الباتري. التوافق يخلي الاستهلاك قليل بزاف من البطارية بالمقارنة مع هواتف الاندرويد. بصحاح بصح بس مش معناها انه الباتري تاعو قوي. وباش ما نساوش حاجة، مادام قلنا انه التليفون هذا اغلبيته مستعمل، معناها الحالة تاع البطارية البطارية تاعو ما تلقاهاش 100%. الناس اللي ما فهمتش واش قصدي ب 100% ولا الناس اللي مش مرفة تخربش في الايفون، هاد النسبة تحكي على الحالة تاع البطارية ماشي النسبة تاع البطارية، يعني كي تشارجيه مثلا يكون صفر ويولي 100، ماشي على هذيك. هذه كما قلنا حالة البطارية. كي تشري ايفون جديد تكون الحالة تاعو ولا الباتري هيلث 100%. هذه تقدر تشوفها في الاعدادات تاع التليفون وكاينة في الايفون برك. اندرويد ما تقدرش تعرف فيه الحالة تاع البطارية، يعني اذا شريته مستعمل ما على بالكش الباتري تاعو مازالت مليحه ولا لا لا. وكل ما تمشي بالايفون مع الوقت راح تهبط نسبه الحاله تاع البطاريه، وعلى حسب الحفاظ تاعك ثاني على الباتري تاع الايفون تاعك. كما الايفون اللي عندي الخوا راني محافظ بزاف على البطاريه تاعو، راهي مازالت 100%. ونخلي لكم هنا الفوق الخوا رابط تاع فيديو درته العام اللي فات حكيت لكم فيه على طريقه الحفاظ على البطاريه. البطاريات الخوا تاع الايفون كي تكون الحاله تاعها 90% وطلع راح تمد لك اداء مليح. تكون تحت 90 يعني ولا نقولوا تحت 80 بصفه خاصه تبدا ينقص الاداء تاعها، تولي طلاشي، تولي ما تحكمش وقت طويل. في الايفون اكس ار كي تكون باتري فوق 85% يكون ما عليهش يقدر يجيب لك قريب نهار، يعني العشيه راك تحتاج تعاود تشارجيه. وحتى تكون الحاله تاع البطاريه تاعو 100% بالنسبه ليا ايفون اكس ار في العشيه تحتاج تعاود تشارجيه. وكل ما تكون الحاله تاع البطاريه تاعو اقل كل ما راح تحتاج تشارجيه اكثر في النهار تاعك. والايفون اكس ار هذا الخوا فيه بطاريه افضل من الايفون اكس اس والايفون اكس اس ماكس. راح يجيو عباد يقولوا لي الاكس اس ماكس قوي عليه في الباتري، اكس اس ماكس فايتو في السعة وهذا فايتو في الاستهلاك، يعني هذا يستهلك اقل من الاكس اس ماكس. والبطاريه تاع هذا الخوا قريبه الاداء تاع الايفون 11، وعلى بالنا بلي الايفون 11 ما عليهش في البطاريه ونقدروا نقولوا مليح بالنسبه للايفون، خاطرش ايفون عندهم سمعه مش مليحه مع البطاريه. فيه شحن سريع 15 واط، فيه شحن لاسلكي اللي ماكش راح تلقاه في تليفون ب 6 ملايين حاليا. بالشحن السريع تاعو يشحن 100% في ساعه تقريبا، لانه البطاريه ماهيش كبيره بزاف وما تديش وقت طويل باش تشحن وتكفيها 15 واط في سرعه الشحن. فيه منفذ لايتنين تاع كامل الايفونات حتى اللي راهي تخرج حاليا. بصفه عامه البطاريه تاعو شويه شويه ما نقولكش ميته كيما الايفون 7 وخاوته، وما نقولكش خاويه كيما الايفون 13 برو ماكس. نقدر نقولوا بين وبين، ما تعولش عليها بزاف وما تحقرهاش بزاف، احقرها شويه برك. وكما على بالنا من الايفون اكس وطلع ما عندناش البصمه، يعني عندنا خاصيه الفيس اي دي اللي تعتمد على الفتح عن طريق الوجه وتخدم بال 3 دي يعني ثلاثيه الابعاد، ومش نفس الخاصيه اللي كاينه في تليفونات الاندرويد. هذه تقريبا امنه بنسبه 99% وتقدر تعوض لك البصمه. انا شخصيا يعجبني بزاف الفيس اي دي وما عنديش مشكل معاه، هو ولا مع البصمه يعني تقريبا يجيوني كيف كيف. والفيس اي دي هذا الخوا الناس اللي ما على بالهمش ولا الناس ما يعرفوهش يخدم حتى في صفر اضاءه، يعني ما تقدرش تعيبه في حتى حاجه تقريبا. فيه سماعات قويه بزاف تاع مكالمات ولا السماعات اللي لتحت، باش ما نساوش السماعه تاعو ستيريو وبجوده عاليه بزاف وبصوت عالي بزاف. ريزو فيه مليح، ما تلقى فيه حتى مشاكل في الريزو، حتى في المناطق اللي ناقص فيها شويه الريزو ولا المناطق اللي الريدمي وسامسونج ما يحكموش فيها الريزو مليح. نحكي على سامسونج الفئه الام والا، مانيش نحكي على الفئه الاس والجماعه الاخرى. هكا في الحق الخواء تكونوا عرفتوا واش مليح واش مش مليح في الايفون اكس ار. اذا ناوي تشري هذا التليفون ماذا بيك عاود تفرج الفيديو، تحب هز ورقه وستيلو اكتب النقاط المليحه النقاط اللي مش مليحه فيه باش كي تشريه ما تندمش، خاطرش الخواء كل واحد الاستعمال تاعو، كاين اللي ما تهموش الباتري كاين اللي تهمو الباتري، كاين اللي ما تهموش الكاميرا كاين اللي تهمو الكاميرا. كل واحد الخوا الاستعمال تاعو، كل واحد وش يستعمل في التليفون، كل واحد وش هي المتطلبات تاعو. عليها ممكن انا ما يعجبنيش التليفون هذا، ممكن انت يعجبك، كل واحد والراي تاعو وكل واحد والاستعمالات تاعو. انا بالنسبه لي الخوا الحاجه الوحيده اللي تخوفك فيه كما قلنا في البدايه حكايه رينوفي، حكايه اعاده التصنيع. ممكن تشري واحد تلقى فيه بياسات معاودين،
قادر يكونوا اوريجينال، قادر يكونوا مدرحين، كيما ممكن تاني تشريه ويكون صافي 100%، ما في حتى حاجة معودة، حتى البطارية تكون أصلية. وكيما قلنا قبيل، ماذا بيك ماذا بيك ماذا بيك تشريه يكون مع الباط تاعو، ولا يكون واحد شراه العام اللي فات ولا العام الاول كيما كان يتباع جديد واستعمله وعاود باحو الكليك. يعني نقول لكم حاجة الخوا، إذا شريتو كابا شريه على مسؤوليتك. أنا في الفيديو هذا جيت نصحتك، جيت قلت لك واش فيه مليح واش فيه ماشي مليح، وانت دبر راسك خويا العزيز. المهم خوا، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. سعر تاع هذا التليفون في الوقت اللي راكم تفرجوا في الفيديو نحاول كل مره نبدله لكم في الموقع تاعنا هنا. ما طولش على خاوتي اكثر من هكا، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، وتهلاونا في روحكم.